أستاذنا الدكتور علي الدين هلال متعه الله بالصحة، وأستاذنا الدكتور الكبير رائد الطب النفسي العالمي أحمد عكاشة. نعم. سألت كل واحد منه في مكتبه. نعم. مع خبرات حياتكم الطويلة دي، ادوني نصيحة في كلمة أو في جملة. فلقيت الدكتور علي الدين هلال بيقول لي سامح، يعني اغرز في نفسك صفة التسامح. قال لي تعش سعيدا طول العمر. نعم. قلت له بقى انا جاي لك يا دكتور علي عشان تيجي تقول لي سامح، قول لي مثلا اعمل قرشين للزمن، مش عارف كذا، اقرا، اهتم بصحتك. قال لي سامح. المهم بعديها جمعني لقاء باستاذ الدكتور احمد عكاشة. نعم. بقول له انصحني، عزني. نعم. قول لي خلاصة خبرة الحياة. لقيته بيقول لي سامح. فحكيت له، قلت له دكتور علي الدين هلال قال كذا. قال لي أولا علشان تسامح دي درجة عليا طبعا لا يصل إليها أي أحد. طبعا. وأذكر أن دكتور علي الدين هلال لو يسمح لي، يعني قال لي لو كنت أعرف التسامح منذ سنوات بعيدة في شبابي يعني كان حالي تغير. نعم. أنت بتسامح؟ احمي نفسك من نفسك. دي النصيحة بتاعتي. دي النصيحة. دي النصيحة بتاعتي. يعني عدوك نفسك؟ أيوه. مش الآخرين؟ لا. مش الجحيم هو الآخر؟ لا. احمي نفسك من نفسك. الغرور؟ آه. لكن ما التفتش للآخرين؟ الغرور وأشياء أخرى. ما أنا عارف. نعم. بس ما التفتش للآخرين؟ لا. بصولك، عرقلوك. أصلك هتفضل باصص ورا كتير. عارف انا لو بصيت ورايا كتير هتعب. انت ما بصيتش وراك خالص ابدا. شوف انا بصيت الكاميرا ازاي. مفيد فوزي غار من مين؟ من هيكل وموسى صبري واحمد رجب. من هيكل للصياغه الخرافيه في الكتابه. من موسى صبري لسرعه انتقاله لمواقع الاحداث بذهول. لأحمد رجب من البساطة المطلقة التي أغرت الشعب المصري أن يقرأه على قدر كلماته القليلة. الثلاثة كانوا نجوم عظام صحف. نعم. ورقية. نعم. يومية. وحضرتك جاي من مجلة إصدار أسبوع. نعم صح. إزاي نفست؟ أسماء كبيرة كانت لها طغيان خطير، فكنت أنا بغير وبأعلن غيرتي أنه يعني جيلي كنا بنتنافس. جيلي كان صلاح منتصر وأحمد بهجت، ده الجيل اللي احنا كنا فيه بنتنافس. لكن من المؤكد أن الأسماء الكبيرة دي كنا نطمح أن نكون مثلها. أنا كنت بشوف أنه هيكل أنا كنت بقلده في بداية العمر، واحمد بهاء الدين قال لي مفيش غير هيكل واحد ستوب. فشطبت على المقدمه اللي انا كاتبها بنفسي، وانا بذلت فيها 4 ساعات عشان اقلد هيكل. موسى صبري يا ربي مش معقول الحادث حصل. جاكرتا من موسى صبري، الخرطوم من موسى صبري، اول سفر امتى، عمل باسبوره امتى، مذهل. ولذلك أنا لما جيت اشتغلت رئيس تحرير كنت بتحرك بشكل ضروري وثابت جدا أنه مفيد فوزي. أنا كنت وأنا طفل صغير عندي 14 سنة كنت أكتب برلين من مفيد فوزي ولا أدري إيه. وإنت كان آخرك شبرا. إشمعنى برلين؟ طبعا هنا آخري شبرا وترع البلقية. يعني مش أكتر من كده. إنما حققت المراد أو حققت أمنياتي. حصلت على أكثر مما حلمت. نعم. حصلت على أكثر مما تستحق. بوجود ضابط الكل. لاحظت أن أنا 6-7 مرات أقول لك ضابط الكل، لأن مشيئته أن أنا أقعد قدامك في هذه الجلسة ونتقاسمها بهذه الحلاوة وبهذا الإيقاع السريع وبطريقتك في التفصيص. كل ده مشيئة الله.